بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندسة نور نافع من جديد. نبدأ اليوم بالمحاضرة الثانية من محاضرات الـ Image Processing Using MATLAB. في هذه المحاضرة راح نأخذ بعض الأوامر الخاصة بإجراء التعديلات وبعض العمليات على Image معينة. الأوامر اللي راح ناخذها في هذه المحاضرة هي انه كيفية عمل complement للصورة، هو عمل كيفية ملء الهولز اللي موجودة بالصورة عن طريق هذا الامر، كيفية معرفة regions اللي موجودة في الصورة، وكيفية استخراج البروبرتيز من الصورة، وكيفية معرفة كتابة الفور ستيتمنت، وإجراء بعض الأوامر داخلها لتكوين ستراكتشر معين خاص بصورة معينة. ونبدي على بركة الله بالجانب العملي. مثل ما عرفنا بالمحاضرة السابقة كيفية إنشاء سكريبت بالماتلاب، نجي ننشئ سكريبت جديد، نسمي هذا السكريبت باسم معين وليكن segmentation، هذا هو الاسم segmentation. خزنها في المكان المطلوب. بالبداية حتى نعمل أي برنامج خاص بالماتلاب لازم نبدأ بـ clear all clc، ممكن أن نكتب close all. هنا راح ينظف لي يمسح لي كل الأوامر الخاصة بالتنفيذ، كل أوامر الران السابقة، ويغلق كل السكريبت اللي كانت مفتوحة سابقا. وهنا راح نبدي البرنامج مالتنا ونكتبه. الستراكتشر الخاص بأي بروجرام انه كيفية الحصول على ايمج معينة، نجي مثلا المتغير i يساوي لي m file m get file of one m get file. اجي اقرأ، هسه اريد اقرأ الامج، اقول له m read of الاي، قالي الصورة من الاي، بعدها احول الصورة الى gray to gray. هذه الاوامر اخذناها في الدرس السابق of x. هنا بعدها راح ناخذ متغير جديد وليكن y، ونقول له حول لي الايمج الى الباينري. هسه راح احجز، ممكن انه احجز figure وليكن اسم 1، اقول له m show اعرض لي منو، اعرض لي الواي، واقول له title شنو هو the binary image. سأكتب فوارز الاقتباس، فوارزه هسه لهنا. لو اجي اريد انفذ الامر راح ينفذ لي، ينقلني الى الكمبيوتر، راح اختار اي صورة. مثلا انا جهزت بعض الايمجز، بعض الصور، اختاريت الصورة هنا، هذه الصورة حولها الى الباينري ايمج، هذه الصورة حولها الى الباينري ايمج. هسه صارت عندي
صورة ثنائية وأريد أجري عليها بعض التعديلات، مثلا أقول زد تساوي نفي الواي. أني أعرف إنه الصورة الثنائية هي عبارة عن شنو، يا أما قيم كل بيكسل بهذه الصورة يا أما صفر يا أما واحد. طيب أني أجي أريد أسوي لها كومبليمنت للصورة، هذا الرمز اللي هو باللغة العربية المادة، باللغة الإنجليزية إحنا نستخدمه لوجيكالي كرمز للكومبليمنت للنفي. نفي الواي يعني راح يخلي لي المناطق اللي كانت باللون الأبيض يحولها إلى اللون الأسود، والمناطق اللي كانت باللون الأسود الأسود تتحول إلى اللون الأبيض وهكذا. هسه لو نجي ننفذ، عفوا ما قلت له ام شو، خلينا نعرض ام فيجر. show الزيت، اعرض له الزيت واعطيها تايتل اسمه the complement image. هسه راح احاول انفذ هذا الجزء من البرنامج. نفس الصورة راح اختارها. اها لو تلاحظون اعزائي الطلبة، هذه الصورة الأصلية اللي أنا حولتها إلى الباينري، كيف هنا تحولت الكتابة كانت باللون والأشكال كانت باللون الأبيض تحولت باللون الأسود تحولت إلى اللون الأبيض، والمل المساحات البيضاء تحولت إلى اللون الأسود. هسه عرفنا الفرق بين الصورة الباينري والكومبليمنت مالتها. هنا راح اجي اخذ شلون املأ الهولز اللي موجودة بإيمج معينة. اقول له ام فول، هذا الرمز الام اي ام رمز للإيمج، والاف رمز للفول على مود شنو. هذه الك كأنت كبروجرامر حتى تعرف هنا ايش تسوي. احيانا لما اكتب بروجرام بخطوات كبيرة ممكن انسى، اي بروجرامر ينسى، فأخلي متغيرات ترمز للشيء اللي أنا دا أشتغل به. هسه info المن للزيت اللي هي سوينا لها الكومبليمنت، وأقول له شو تملي لي بالزيت، املي لي الهولز الموجودة بالزيت. وهسه أقول له اعرض لي figure 3 show ال IMF واعطيها title the following image. راح انفذ الكود على نفس الصورة. شوفوا راح اخذ لكم هذه الفيجرز الثلاث، figure 1 figure 2 figure 3. شوفوا هذه الفيجر باينري ايمج الكومبليمنت ايمج، وهنا شنو سوالي، شكو فراغ، شنو وين اكو فراغ
سوالي إلى فل وحوله للون الأبيض. طيب هسه أرجع أعمل أقول له أنطيني شنو الريجنز، كم عدد الريجن فارزة N، ريجن فارزة N تساوي في W label علما لل IMF. وهسه راح أقول له state حالة، أعطيني حالة ال region robots، region robots علما لل Z. هنا راح أعرض الـ features اللي موجودة بالـ Z. راح أنفذ كودي اللي كملنا وقت الحافظ إلى هنا. نعم هذه نفس الـ figures ما عندنا مشكلة بيه. راح أجي أعرف كم region بهذه الـ image، لو أخلي الماوس يم الـ N راح يطلع، راح يقول لي انت عندك شقيت، عندك 20 ريجن. طبعا كل صورة عدد الريجنز الموجودة بها تختلف عن الصورة الثانية. زين شنو البروبوز اللي موجودة عندي؟ هو ده يقول لي انه انت اللوجيكال، عندك الايمج هي لوجيكال، والفيتشرز اللي موجودة عندي هي الاريا والسنترويد و الباوندينج بوكس. طيب هسه لو اجي هنا الستيت، هذه هي الستيت، راح يعطيني ستراكت. الستراكت الاول، اول ريجن بالاول منطقة من العشرين، اول منطقة خلي نشوف شنو الاريا مالتها. بيقول لي انه الاريا هي 5932، السنترويد هو 98 واثنين بالعشرة آلاف، والريجن الثانية 1 × 2 دبل سنترويد 187.10. نرجع على الباوندينج بوكس هو نطانية أيضا هذه. طيب هنا استخرجنا فيتشرز خاصة بإيمج معينة. طيب هسه أنا شنو أريد؟ أريد أستقطع صورة معينة، أريد أستقطع جزء عفوا معين من الإيمج. شو راح أستقطع جزء معين من الإيمج؟ أسوي حلقة تكرارية for i تساوي 1.n. هذه هي طريقة كتابة ال طبعا n تنتهي نكتب داخلها اللي نريده. آخذ متغير وليكن R وأقول R تساوي طبعا المعلومة برنامج الماتلاب هو sensitive case for status of letter، يعني هو حساس بالنسبة لحالة الأحرف. إذا كتبت capital للمتغير وبعدين كتبت اسمه ما راح يتعرف عليه، هذه المفروض واحد ينتبه عليها. هسه نجي r تساوي state of i dot bounding x. زين انطيني الحدود فارزة r1 ايش اريدها تساوي؟ اريدها تساوي round المل لل r، قرب لي قيم ما أريد أعشار، ما أريد أجزاء عشرية. M1 تساوي لي M crop، هنا أنا راح أقطع جزء من الصورة المن للZ فارزة R. figure هسه راح أعرض figure
ال I مش أريد، خلينا نقول وليكن figure 1. أنا راح ألغي تفعيل هذه الأوامر، أريد يظهر لي فقط figure 1، خليتها بشكل comment حتى مت figure 1 subplot. اقول له انطيني 2 سطرين ايش قد عدد الريجن، عدد الفيجرز بكل سطر؟ 5 فيجرز في كل سطر الاي. ليش؟ لان اني number of object ما اعرفه، هو احتمال راح يطلع لي 20 object، احتمال راح يطلع لي 5، احتمال راح يطلع لي 10، ما اعرف، انطي i. واذا نحن نعرفه نكتبه. هسه title عفوا امشو show of الام 1، اعرض لي الامج 1 وانطيها title. The segmentation image راح انفذ هنا، اختار الامج، راح اختار انفذ الامج. هنا عرض لي كل الريجنز اللي موجودة، لكن شنو عندي بعد ريجنز ما تقبلها، مو صحيح؟ فأحاول أزيد عدد ال 20، أقول له 4 أسطر، فراح أزيد الأسطر. ها هنا اذا عندي 20 منطقة، عفوا 20 منطقة في هذه الصورة اقتطعها الي. طيب اكو هنا درس صار طويل، بس اريد اخذ فد امرين بعد، انه شلون اخلي ماتلاب يعامل لي الايمج ايمج معينه ك ستراكشر واحد. مثلا خليني اكتب هنا مثلا واحد، نجي نكتب هنا ضمن نفس الفوق ام ريجن، شو تساوي لي؟ تساوي لي على الريجن وتساوي اي، وعندي m segmentation of the i تساوي m region زين. ممكن ان اقول هذا figure 1، اجي الى figure 2 show نحتاج ال IMR region. طيب ونفذ
تشوفوا. هنا هذا الأمر، هذه الأمرين اللي هسه أنا كتبتهم، هذا وهذا، هذا إيش راح يسوي؟ راح يعرض لي الصورة، سلو هذولي أوقف تفعيلهم. إيش راح يسوي؟ راح أنفذ من جديد. راح يقتطع لي كل جزء على حدة، لكن على كبر الإيمج الأصلية. أنا هذا الشيء ما يفيدني، أوكي؟ فلهذا الأفضل، وسوى عندي الأمر الثاني، جماعة الريجن، هذا ريجن R، شوفوا هذا سوى، سوالي ستراكشر، سوالي كل سيجمنت من الإيمج، سوالي بشكل أري. هذه هي فائدة، حبيت إنه أذكر هذه التفاصيل لهنا. أتمنى يكون درسنا مفيد ومفهوم، وأتمنى إنه طولنا إحنا هذه المحاضرة، طولنا. إن شاء الله المحاضرات القادمة تكون أقصر حتى ما تكون مملة أكثر. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى تعملون شير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم الدروس القادمة أول ما ننزل الفيديو. شكرا لكم، مع السلامة.